بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري، ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافي على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على جنوب البلاد. وفي النهاردة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف درجات الحرارة دلوقتي، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 24 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 24-13، اسكندرية 21-13، العالمين الجديدة 21-14، مطروح 19-14، دمياط 21-14، بورسعيد 21-15، الإسماعيلية 24-14، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 15، العريش 22-13، كاترين 22-8، طابة 24-14، حلايب 29-21، شلاتين 29-20، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 29-19، الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 14، بني سويف 25-15، الوادي الجديد 35-19، أسيوط 25-15، سوهاج 26-16، قنا 30-17، الأقصر 28-18، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 18. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية مرة تانية. هنرجع لمصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.